نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. وتحريم الخروج على الحاكم المسلم الظالم من المسائل الخلافية. لا، ليست من المسائل الخلافية، هذا كذب، بل هي إجماع، يطاع ولو كان ظالما، ما دام أنه لم يخرج من الدين فإنه يطاع، إلا في المعصية فتتجنب المعصية، وأما أنه يخرج عليه لأنه ظالم فهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اسمع وأطع، لأن أخذ المال وضرب الظهر أخف من الفوضى والانفلات وضياع الأمر وضياع الجماعة، فهو من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهذه قاعدة شرعية معروفة في الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يجعل مسألة الخروج على الحاكم الفاسق مسألة اجتهادية؟ نعوذ بالله، هذه اجتهادية؟ الرسول نص على هذا، نص على أنه يطاع ولي الأمر ولو كان فاسقا، ما لم تروا كفرا بواحا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان، يعني حجة. لا يجوز هذا، لما يترتب على الخروج من المفاسد وسفك الدماء وضياع الأمن، المحاذير العظيمة. الرسول أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، وإن جار وإن ظلم، لأن هذا أخف من الفوضى وضياع الأمن إذا خرج على الإمام. قارن بين حالة الناس بوجود الإمام ولو كان فاسقا أو جائرا، وبين حالتهم بدون إمام والعياذ بالله.